بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق بيان أنواع المعتدات وأنهن في القرآن على أربعة أضرب. الضرب الأول ذوات الأقراء المطلقات عدتهن ثلاثة قروء. الضرب الثاني الحوامل عدتهن وضع الحمل. الضرب الثالث الآيسات أو اللاتي لم يحضن وعدتهن ثلاثة أشهر. الضرب الرابع المتوفى عنهن وعدتهن أربعة أشهر عشرة أيام. هذا أنواع المعتدات في القرآن، ويتفرع عن هذه الأنواع نوعان. النوع الأول ذوات الحيض اللاتي ارتفع حيضهن أي انقطع وهن في سن الحيض دون الخمسين، وهذا النوع له حالتان. الحالة الأولى أن لا تدري ما سبب انقطاع الحيض، ما تدري، فهذه تتربص سنة 12 شهرا لأنها يحتمل أن تكون حاملا، فتنتظر 9 أشهر غالب الحمل. فإذا تبين أنها ليس فيها حامل فإنها تعتد عدة الآيسة 3 أشهر فيكون المجموع 12 شهرا. أما التي ارتفع حيضها وهي تدري ما السبب، تناولت دواء أو فعلت شيئا رفع عنها الحيض وطلقت في هذه الأثناء، فهذه تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بالحيض لأنها لم تيأس من الحيض، لم تيأس من الحيض فتنتظر ولو طال الانتظار، أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدة الآيسة 3 أشهر. نعم. والثاني من النوعين امرأة المفقود التي ضاع زوجها ولا يدرى هل هو حي ولا ميت، فهذه ترجع إلى الحاكم، الحاكم يجتهد في ضرب المدة لانتظاره ويسأل عنه ويعلن عنه، فإذا لم يعلم عنه خبر فإن الحاكم يحكم بموته، ثم تعتد زوجته عدة وفاة من حين حكم الحاكم بموته. نعم. مسألة وإن عاقت ما فعل أيه من مرض أو روائح أو نفاس فإنها تنتظر زوال العالم وعود الدم وإن قام، فإن هذا الدم اعتدت به. وهو الأكثر في إسناده عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده امرأتان أشمية وأنصارية، فقلق الأنصارية وهي ترضع
فمرت بها سنة ثم علق ولم تحل. فقالت الأنصارية لم أحل. فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. سلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمرو بن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أدل على أنها تنتظر لأن عثمان حكم لها بالانتظار والميراث. نعم. الثاني امرأة المفقود الذي انقطع خبره وهو عثمان. المفقود هو الذي انقطع خبره، هذا تعريفه، فلم تعلم له حياة ولا موت. انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. وله زوجة، ما وضعها حينئذ؟ نعم. وهو قسمان، أحدهما أن تكون غيبة ظاهرة الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين، فإن زوجته تترقص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة 14 وتحل للأزواج، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال الإمام أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرة السلامة كالتاجر والسائل، فإن امرأته تبقى أبدا إلا أن تتيقن موتها لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه إذا مضى له 90 سنة قسم ماله. وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. قال أصحابنا إنما اعتبر 90 سنة من يوم ولادته لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن بانقطاع خبره وجب الحكم بموته كما لو كان فقده لغيبة ظاهرة الهلاك. والمذهب الأول لأن هذه غيبة ظاهرة السلامة فلم يحكم بموته كما قيل كما قبل 4 سنين أو كما قبل 90. الثالث إذا اغتابت المرأة قبل هذا المفقود وهو على المذهب على قسمين: من ظاهر غيبته الهلاك هذا ينتظر 4 سنين، من ظاهر غيبته السلامة هذا ينتظر إلى تمام 90 سنة من عمره، لأن الغالب أنه لا يعيش بعد 90. ثم تعتد زوجته في الحالتين، في الحالة الأولى تعتد بعد مضي 4 سنين، في الحالة الثانية تعتد بعد تمام 90 سنة من ولادته، ما هو من غيبته، من ولادته. قد يكون فقد وهو ابن 89 سنة، فإذا مضت عليها سنة تعتد، لأنه الغالب أنه ما يعيش أكثر من 90. نعم. وقد يضيع في أول عمره فتنتظر طول حياتها إلى أن يمضي على ولادته 90 سنة. نعم. الظاهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، والأزمان تختلف. الزمان الأول كانت الأقطار متباعدة والأخبار منقطعة والحصول على المعلومات صعب لبعد المسافات وقلة الاتصالات. أما في وقتنا هذا صار العالم كله متقارب كأنه بلدة صغيرة واحدة، الخبر يصل بسرعة ويمكن اكتشاف الشيء في أقصى الأرض بسرعة عن طريق الاتصالات ووسائل النقل السريعة وغير ذلك. فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه. نعم. الثالث إذا اغتابت المرأة قبل قضاء عدتها لظهور أمراض الحمل من المرأة وانتفاق البطن وانقطاع الحيض
لم تنكح حتى تزول الريبة. ريبة. حتى تزول الريبة. وذلك أن المرتابة لا تخلو من ثلاثة أحوال. أحدها أن تحدث لها الريبة. عرفنا فيما سبق أن عدة الحامل وضع الحمل. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا في الحامل المتيقن حملها، لكن الحامل الذي التي في حملها شك لا يدرى هل هي حامل ولا غير حامل، فيها ريبة، فهذه مشكلة، هذه تنتظر إلى أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل 4 سنين، تنتظر إلى 4 سنين، فإن تبين فيها حمل اعتدت به، وإلا تعتد بثلاثة أشهر. نعم. وذلك أن المرتابة لا تخلو من ثلاثة أحوال، أحدها أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها، فإنها تبقى في حكم الارتداد حتى تزول الريبة، فإن بال حمل انقضت عدتها بوضعه، وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت بمضي الأقراء أو الشهور. فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح النكاح، لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة في الظاهر. الثاني أن تقضى الريبة بعد قضاء العدة والتزويج، فالنكاح صحيح. والظاهر والله أعلم أن هذا أيضا اختلف حكم تقدم الطب الآن ووجود الأشعة ووجود فصار الحمل يعرف الآن بهذه الوسائل، فزالت هذه المشكلة تقريبا بوجود وسائل الطب الحديثة التي يعرف بها وجود الحمل من عدمه. نعم. نعم. كان أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكاح صحيح، لأنه وجد بعد انقضاء العدة والحمل، بعد انقضاء العدة والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا يحل لزوجها رفضها، لأننا شككنا في صحة النكاح. ثم ننظر أي وضعت الولد في أقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني وطئها، منذ تزوجها الثاني وطئها وطئها، فنكاحه باطل لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به ذاكرة من ذلك فالولد لاحق به والنكاح صحيح. إذا ولدت بعد ما تزوجت من الثاني نظرنا، فإن كان عمر الطفل، إن كان عمر الطفل 6 أشهر منذ عقد عليها الثاني ووطئها، فالحمل له للثاني والنكاح صحيح، لأن تبينا أن هذا الحمل منه. وإن ولدته لأقل من 6 أشهر من حين عقد الثاني ووطئه لها، وعاش هذا الطفل، تبين أن حملها من غيره، وأنه تزوجها وهي حامل، فلا يصح زواجه، لكن ندرى عنه الحد للشبهة، شبهة العقد، لأن أقل مدة الحمل التي يعيش فيها 6 أشهر، أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وغالب الحمل 9 أشهر، 9 أشهر هذا هو الغالب. والدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والحولان الكاملان 24 شهرا، فإذا طرحتها من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر، هذا أقل الحمل، وهذا استنبطه الصحابة من الآيتين.
وهذا يسمى دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. ويقال إن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر، فدل على أن الحمل يمكن أن يعيش لستة أشهر فأكثر، ولا يعيش لأقل من ستة أشهر. وأما أن أكثره 4 سنين فهذا اعتماد على وقائع حصلت، أكثر ما بقي الحمل في بطن أمه 4 سنين فيعتمد هذا. نعم. الحالة الثانية ظهرت الهيبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح، وفي وجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، فإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها تزوجت مع الشك في قضاء العدة فلم يصح، فما له تكلفة في العدة. والثاني: يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى، فلا يجوز زوال ما حكم به في الشك الطارئ، ولهذا لا يأخذ الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده وموضوع الشهود. الحاصل من هذا أن المرتابة بعد فراق زوجها لها بموت أو طلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك من أنواع الفرق، المرتابة في وجود الحمل لا تتزوج ما دامت الريبة باقية لاحتمال أن تكون في عدة، ونكاح المعتدة باطل، فما دامت الريبة موجودة فلا تتزوج، وإن تزوجت فالعقد باطل لأنه لا يؤمن أن تكون هذه المرأة في عدة. والله جل وعلا يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فما دامت المرأة في عدة فلا أو في ريبة من عدة فلا يجوز العقد عليها. ومن أنواع الأنكحة الباطلة نكاح المعتدة. نعم. مسألة: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما؟ متى نكحت المعتدة، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق، متى نكحت يعني تزوجت وهي في عدتها فنكاحها باطل لهذه الآية: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بل إنه سبحانه نهى عن خطبة المعتدة تصريحا، وأباحه تعريضا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. تعريض فقط، أما التصريح فإنه لا يجوز. أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. السر معناه النكاح الوطء، السر معناه الوطء. ولكن لا تواعدوهن سرا أي وطئا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فلا يقول لها: أنا أريد أن أتزوجك، أو يرسل إليها من يخطبها له يقول: فلان يريد الزواج منك. هذا حرام في العدة، لأنها قد ترغب في هذا الزوج وتقول عدتي انقضت، وهي كاذبة من أجل الطمع في هذا الزوج، وقد يكون فيها حمل ويتزوجها وتختلط الأنساب يحصل مفاسد. الله حرم خطبة المعتدة تصريحا، وحرم العقد عليها في العدة، وإذا حصل فهو باطل يفرق بينهما ويؤدب. نعم. لا يجوز نكاح، بل يعتبر زنا، يعتبر وطء المرأة في عدتها زنا، قام عليه الحد إلا إذا كان جاهلا. نعم. لا يجوز نكاح معتدة إجماعا أي عدة كانت، بقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول،
فكان نكاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب ان يفرق بينهما لذلك. نعم. مساله: وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عده الاول ولا تنقطع بالعقد الثاني لانه باطل، لا تصير به المراه فراشا ولا تستحق بالعقد شيئا. هذا ما يسمونه ورود العده على العده. معتدة تزوجت في أثناء عدتها وحكم بالفراق بينهما، فرق بينهما، يبي يصير عليها عدة للثاني، فماذا تعمل؟ قال: إن كان الأول، إن كان الثاني لم يدخل بها، إن كان الثاني لم يدخل بها فليس لها عليها عدة للثاني، فتكمل عدة الأول. أما إن كان الثاني دخل بها ووطئها فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. نعم، عدة جديدة. نعم. وإن فرق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول وتستأنف العدة للثاني. نعم، إن كان فرق بينهما بعد الدخول الثاني بها فإنها تكمل عدة الأول، فإذا فرغت منها استأنفت عدة جديدة للثاني. نعم. وتقدم عدة الأول لأن حقه أسبق. نعم. ولأن عدته وتقدم عدة الأول وتقدم عدة الأول لأن حقه أسبق، ولأن عدته وجبت في وقت صحيح، ولا تتداخل عدتان لأنهما من رجلين. لا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين، ليس من رجل واحد، فلا يتداخلان، بل كل عدة مستقلة. نعم. قال أبو حنيفة: تداخل لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل به براءة الرحم منهما جميعا. هذا قول الإمام أبي حنيفة أنها تتداخل نظرا لأن المقصود بالعدة براءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بالعدة الواحدة منهما جميعا، ولكن العلماء يقولون لا، ليس المقصود براءة الرحم فقط، العدة لها مقاصد غير براءة الرحم. نعم. ولما روى الشافعي في مسنده حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها. أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي. طلحة؟ نعم. امرأة اسمها طلحة؟ نعم. هذا كذا مكتوب. نعم. أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما، ثم قال: أي امرأة نكحت في عدتها أي كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطب من الفقار. لأن من طلق قبل الدخول فليس له عدة، فتبقى على عدة الأول لأنها لم يرد عليها عدة جديدة. نعم. وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. وروى بإسناده عن علي أنه قضى التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرقها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وهذان قولان سديدان من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذا حجة على أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ولأنهما حقان محسودان لآدميين فلم يتداخلا كالثيلين. إيه نعم، ليس المقصود من العدة هو براءة الرحم فقط، بل العدة فيها حق للزوج وحرمة للزوج المفارق، فلا يدخل عليه عدة رجل آخر. نعم.
مسألة وله نكاحها يعني الثاني بعد قضاء العدتين. إذا انقضت العدتان فللثاني أن يعقد عليها لزوال المانع حينئذ. لزوال المانع حينئذ. نعم. وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد. لقول عمر الذي مر قريبا أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، ولعل هذا من باب العقوبة، باب العقوبة له، قولي للحكمة التي يقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه عقوبة. نعم. وسدا للباب أيضا، سدا لباب التلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد بقول عمر لا ينكحها أبدا. نعم. ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته، كالوارث إذا قتل مورثه. الوارث إذا قتل مورثه من أجل الميراث يحرم من الميراث. يحرم من الميراث لأنه يعاقب بهذا، بل إن القاتل يحرم من الميراث مطلقا ولو لم يقصد الميراث، سدا لباب القتل، سدا لباب القتل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، سواء كان القتل عمدا أو خطأ فإنه يحرم من الميراث. نعم. إلا إذا كان القتل بحق كالقصاص وإقامة الحد، إذا كان القتل بحق لم يحرم من الميراث عند الحنابلة والجمهور، وعند الشافعية يحرم القتل من الميراث مطلقا حتى ولو كان بحق. نعم. ولأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد كاللعان. نعم. ولنا على إباحتها له أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها في العقد أو في الوقت في النكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو زنى بها، وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم المؤبد يعني. نعم. أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليا قال فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي، وقياسه يقتل بما لو زنى بها فإنه استحل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد. مسألة وإن أتت بوالد من أحدهما انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر. إن أتت بولد من أحدهما عليها عدتان الآن للأول والثاني، فمن جاءت بولد منه انقضت عدتها له، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ثم تعتد للثاني بعد وضع الحمل. نعم. فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني وهو أن تأتي من ستة أشهر كما سبق من وضع الثاني وأربع سنين فما دونها من فراق الأول فإنه يلحق الأول وتنقضي به عدتها منه، ثم تعتد بثلاثة أقراء عن الثاني. نعم. وإن أتت به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وضع الثاني، ولأكثر من أربع سنين منذ بالغ من الأول فهو يلحق الثاني دون الأول، فتنقضي به عدتها من الثاني ثم تتمم عدة الأول. نعم. وتقدم هنا عدة الثاني على عدة الأول، لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان وتعتد به من غيره. مسألة في هذه الحالة تقدم عدة الثاني على الأول لأنها بوضع الحمل، والحمل من الثاني فلا يكون وضعه عدة للأول لمن ليس له الحمل، أو اعتبر هذا أمرا عارضا خارجا عن القاعدة، وإلا القاعدة أنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، لكن هذا أمر عارض وهو وضع الحمل من الثاني. نعم. مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي لستة أشهر فصاعدا من وضع الثاني
والأربع سنين فما دونها من بينونة من بينونتها من الأول سوريا القافة، فإن ألحقته بالأول لحق به. إذا اشتبه في المولود لمن هو، هل هو للأول أو للثاني، وطئها أكثر من واحد فأتت بولد فاشتبه لمن هو يعرض على القافة، والقافة قوم يعرفون الشبه، يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به لحق به، لأن قولهم قرينة قوية، فيلحق بمن ألحقوه به. وإن ألحقوه بهما صار ولدا لهما، لأنه يمكن يختلط الماء من الاثنين ويتكون منه الحمل، إلا أن الأطباء الآن ينكرون هذا، يقولون ما يمكن يخلق المولود من ماءين أبدا، يقولون هذا، الله أعلم، الفقهاء يقولون يمكن، وبنوا عليها هذا الحكم، والأطباء يقولون لا. ولكن الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وقول الأطباء ليس معصوما. نعم. قل روي القافة فإن ألحقته بالأول لحق به، فما لو أمكن أن يكون منه دون ثاني وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم. وإن ألحقته بالثاني لحق به وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم، لأن قول القافة يعتبر، قول القافة يعتبر في الأمور المشتبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول مجزز المدلجي هذه الأقدام بعضها من بعض، لما رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة متغطيان في لحاف وبدت أقدامهما، فنظر إليهما القائف وهو لا يعرفهما، فقال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، فدل على اعتبار قول القائف في ذلك. نعم، إنه كان يقال يعني لأن اختلاف اللون، لأن أسامة أبيض، لأن زيد أبيض وأسامة أسود شديد السواد، فكان الناس وخصوصا يمكن المنافقون يتكلمون، النبي صلى الله عليه وسلم فرح في قول مجزز. نعم. فصل. وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه في ثلاثة أقرار، لأنه إن كان من الأول فقد أتت. يعني إذا ما تبين لمن هذا المولود لم تلحقه القافة لواحد منهما، أو لم يكن هناك قافة، فإنها تجمع بين العدتين، العدة بوضع الحمل والعدة بثلاثة قروء، تجمع بين العدتين. نعم. لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثانية. نعم. وإن كان من الثانية فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. هي إذا اعتدت بوضع الحمل وبثلاثة قروء فقد خرجت من العدة بيقين. نعم. أما إلحاق الولد فيبقى مشتبها. نعم. لأن قضية سودة بنت زمعة وقضية أخيها وقضية المولود الذي ولد وتنازع فيه أخوها أخو سودة وسعد بن أبي وقاص، كل يدعي هذا المولود، النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بابن وقاص، لأن سعد ادعى أنه ابن لأخيه، ادعى أنه ابن لأخيه، وهو مولود على فراش زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، حكم به أنه للفراش، لكن فيه شبه، قال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة،
فأمر بالاحتياط عليه الصلاة والسلام، حكم أنه للفراش فيكون أخاً لسودة، ومع هذا قال احتجبي منه احتياطاً لأنه يمكن أن لا يكون لأبيها نعم لزمعة، ودل على أنه إذا صار مشتبهاً فإنه يتوقف في شأنه ويعمل الاحتياط. نعم. باب الإحداث. نعم. وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. نعم. باب الإحداث. وهو واجب. ها؟ إذا كانت تحتاج من الثاني وتثبت تحسب بعد الولادة. بعد الولادة نعم. بعد النفاس. بعد الولادة لا، بعد الولادة مباشرة. نعم. الإحداد من أحكام العدة، ليس هو العدة، وإنما هو من أحكام العدة، عدة الوفاة أو عدة الطلاق أيضا. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها، تتجنب المعتدة ما يرغب في نكاحها ويصرف الأنظار إليها، وهو يكون بأربعة أشياء أو خمسة أشياء. أولاً تتجنب الطيب بجميع أنواعه، فلا تتطيب ولا تستعمل الأشياء المطيبة. ثانياً تتجنب الزينة، تتجنب الزينة وهي ثلاثة أنواع: الزينة على بدنها بالأصباغ والكحل والمساحيق وما يوضع على البدن من تجميلات، والزينة بالحلي فلا تلبس الحلي بأنواعه، والزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة، فتتجنب الزينة بجميع أنواعها في بدنها في حليها في ثيابها. الأمر الثالث تتجنب الخروج من البيت الذي مات زوجها وهي فيه، فتمكث في البيت إلى تمام العدة ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتكون في النهار، تكون خروجها في النهار دون الليل حتى تتم العدة. هذا هو الإحداد، التزام هذه الأمور هو الإحداد، وهو مؤقت بزمن العدة. فالمتوفى عليها يجب عليها الإحداد، فلو تركته تكون آثمة، لكن عدتها صحيحة مع الإثم. أما غير المتوفى عنها فيباح لها، مثل المطلقة، المطلقة يباح لها أن تحد ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ثلاث أربعة أشهر وعشرة أيام. فالباين من حي يباح لها الإحداد ثلاثة أيام فقط، وأما المتوفى عنها فيجب عليها الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، لما روى أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحب المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحب عليه أربعة أشهر وعشرة. نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب عصب ولا تحتحل ولا تمس طيبا. نعم، هذا الإحداد، تجنب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. نعم. ثوب العصب نوع من الثياب فيه زينة، ما أدري يعني تحديده، لكنه نوع فيه زينة أو أنه اللي فيه طيب يحتاج إلى مراجعة. نعم. نعم. الاعتداد في طهرها إذا طهرت من حيضها. نعم. الاعتداد في طهرها إذا طهرت من حيضها بمدة من جسد. كذلك يباح لها، يعني المحدة إلا يحرم عليها الطيب، لكن إذا أصابها الحيض واغتسلت من الحيض
يباح لها أن تأخذ عودا من القسط تضعه في مخرج الحيض، تضعه في ماء أو شيء من أظفار الأظفار اللي يسمونها الظفر وهي طيبة الرائحة، تضعها في مخرج الحيض من أجل تطيب المكان، هذا مرخص لها به. نعم، أعد العبارة. الاعتداد في طهرها إذا طهرت من حيضها مدة من قسط أو أظفار متفق عليه. من قسط، عود القسط معروف، والأظفار نوع من أيضا المواد الطيبة الرائحة، عارفونها العوام الآن يسمونها الظفر. نعم. وفي حديث أم سلمة لا تلبس المعصفر من الثياب. المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، لأن العصفر هي نوع طيب. نعم. ولا المشق ولا الحلي ولا تحتضب ولا تفتحل، رواه النسائي، وهو اجتناب الصيب والكحل بالإثمد. كحل بالإثمد، أما الكحل بغير الإثمد فلا مانع منه، يعني ليس فيه زينة. الكحل الأبيض والدواء الذي يوضع في العين والقطرة والمرهم هذا ما فيه بأس، لأنه ليس من الزينة وإنما هو من العلاج. نعم. وهو اجتناب الطيب والكحل في الإثمد ولبس الثياب المصبوغة لحديث أم عطية وأم سلمة. نعم. مسألة وعليها المبيت في الكحل الأسود اللي فيه زينة، أما الكحل الأبيض اللي ما يظهر أثره وهو فيه دواء للعين ومصلحة للعين ما فيه بس. اللي يتخذ للتجميل ما يجوز، الذي يتخذ للدواء فقط ما فيه مانع ولا فيه جمال. نعم. مسألة وعليها المبيت في منزلها الذي وجب. الآن تركنا الكحل بأنواعه، صار أن يستعمل أقلام وما أدري وشي وأشياء جديدة. ما. نعم، كحل شغلكم يا الأولين راح. نعم. مسألة. نعم. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه. هي نعم، مكثها في البيت هذا واجب من واجبات العدة، وهذا نوع من الإحداد في قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. روي ذلك عن عمر وابنه وأم سلمة لما روت فريعة بنت مالك ابن سنان أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أرض الله فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي لأن زوجي لم يتركني في مسبح يملكه ولا نفقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: كيف قلت؟ فردت عليه القصة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الدليل على مكث المعتدة للوفاة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. نعم. فعبدت فيه أربعة أشهر وعشرة. نعم. فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في موطئه وأبو داود والأكرم وهو حديث صحيح. قضى به عثمان يعني ألزم المعتدات به. نعم. فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة أو علية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فريعة: امكثي في بيتك ولا تترك في بيت يملكه زوجها، وفي بعض الألفاظ: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه، يعني زوجك. فإن اتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها للخبر، وهذا إذا كان ذلك. إذا يعني مكثها في وجوب مكثها في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حيث أمكنها ذلك، أما إذا كان لا يمكنها لكون البيت مستأجرا وانتهت مدة الإجارة وصاحب البيت يريد بيته إنها معذورة الخروج منه، تحول إلى غيره، أو البيت انهدم ولا يصلح للسكنى تتحول إلى غيره، أو أنها ما تستطيع البقاء فيه لأنها تستوحش وحدها
وليس عندها من يؤنسها تخاف على نفسها تتحول إلى غير. لأن حبولها مالك أو تخشى من هدم أو غرق أو عدو فإنها تنتقل لأنه عبد. نعم. ولأن الحدود للعدة لدفع صائع الزوج في حفظ نسبه في حفظ نسب ولده والضرر لا يزال بالضرر. بقاؤها في البيت الزوجية لأجل دفع الضرر عن الزوج المتوفى حماية لنسبه والضرر لا يزال بالضرر إذا كان هي عليها ضرر فلا يزال ضرر الزوج بضرر الزوجة. نعم. مسألة وإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها يعني إذا بلغ الخبر أن زوجها توفي وهي في سفر لحج أو غيره فإن كانت دون مسافة القصر إنها ترجع للبيت لأنها في حكم المقيم في البلد. أما إذا بلغ الخبر وقد قطعت مسافة القصر فإنها تمضي لما ذهبت إليه. نعم. لأنها أصبحت غير مقيمة في البلد. نعم. وإن تباعدت خيرت بين البلدين. نعم. لأن البلدين تساويا فكانت الخيرة إليها فيما المصلحة لها فيه. نعم. لأنها أكبر بمصلحتها. وإن خشيت فوات الحج مضت في سفرها. لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت ووجب أن يقدم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق. نعم. مسألة والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتدال في بيتها. فلا تجب عليك العدة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه لما روى فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسحقته فقال والله ما لك علينا من شيء. المطلقة الرجعية هذه زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة فإما أن يراجعها وإما أن تبين وتذهب إلى أهلها. أما المطلقة الباعين فإنها ليس لها سكنا ولا نفقة على المطلق ليست كالمتوفى عنها ليس لها سكنا وليس لها نفقة لقصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة وأرسل لها بشعير فسخطت وانتهى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم. فتعتد المطلقة الباين في أي بيت تيسر لها. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي في بيت أم مكتوم. متفق عليه. نعم. هذا دليل على أن المطلقة البائن ليس لها سكنى ولا نفقة فيها خلاف قوي بين العلماء فيها خلاف قوي بين العلماء الجمهور يرون أن لها السكنى والنفقة أيضا ولا يحتجون بحديث فاطمة بنت قيس هذا ويجيبون عنه بأجوبة. وقد أطال الإمام ابن القيم الكلام في هذه المسألة في زاد المعاد إذا أحببتم زيادة الفائدة ارجعوا إليه. نعم. نعم. البيت فيه عائلة ما تخلو ما هو معناه أنها تخلو مع ابن أم مكتوب. البيت فيه عائلة لابن أم مكتوم فتعتد مع العائلة ولكن ابن مكتوم أعمى لا يراها. هنا هذا هو السبب أنه أعمى ما يراها لا تحتاج إلى احتجاب والله مع عائلة. نعم. باب نفقة المعتدات وهي ثلاثة أقسام. المعتدات الرجعية لها السكنى ولها النفقة
المعتدة البائن في الحياة ليس لها سكنى ولا نفقة. المعتدة بالوفاة لها السكنى كما سبق وليس لها نفقة. نعم. وهي ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى والكسوة في الزوجة سواء، لأنها زوجة ما دامت في العدة. نعم. لأنها زوجة يلحقها طلاق ونهاره وإيلاءه فكانت لها النفقة كغير المرفقة. نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها بحال ولا نفقة، وهو قول علي وابن عباس وجابر. الثانية الحائل المطلقة البائن في الحياة، مطلقة البائن في الحياة، وهذه على قسمين حائل أو حامل. فالحائل ليس لها سكنى ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس، والحامل لها النفقة لأجل الحمل لا لها هي، الحمل النفقة من أجل الحمل لا لها، يقولون ليست لها وإنما هي للحمل ما دام الحمل في بطنها. نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها بحال ولا نفقة، وهو قول علي وابن عباس وجابر، ودليل حديث فاطمة، وهو مذهب الإمام أحمد، ودليل حديث فاطمة بنت قيس، ودليل حديث فاطمة بنت قيس إشكلها، ودليل حديث فاطمة غلط، ودليل حديث فاطمة بنت قيس غلط. نعم. ودليل حديث فاطمة بنت قيس بنت قيس، هذا نصف صحيح ونصف خطأ. أين ما دليله حديث فاطمة لأنه ممنوع من الصرف، بنت قيس، بنت قيس العطف البيان يكون بالجر على الموضع لأن موضع فاطمة الجر. نعم. ودليل حديث فاطمة بنت قيس. نعم. ولأنها محرمة عليه حتى في الأجنبية لا علاقة لها به، لما كانت لا علاقة لها به فليس لها عليه شيء، تلزمونه بالنفقة وما له علاقة بها. نعم. مسألة، ولكن يمكن يقولون أنه هو السبب، أنها معتدة بسبب طلاقه. ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملة بإجماع أهل العلم من أجل الحمل، لها النفقة والسكنى من أجل الحمل لا من أجلها هي، هي باين. نعم. بقوله سبحانه أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى قوله وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. فدل على أن البائن الحامل ينفق عليها وتسكن من أجل الحمل، ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها من أجله. نعم. وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة لا نفقة لك إلا تكوني حاملة. نعم. ولأن الحمل ولده فيلزم الإنفاق عليه، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجبت كما وجبت إجرة الرضاعة. أي نعم، لأن الإنفاق عليها يكون إنفاقا عليه لأنه يتغذى منها، فلو لم تتغذى هي مات الحمل لأن الحمل يتغذى من غذائها. نعم. الثالث المتوفى عنها زوجها، هذا النوع الثالث، وهذه لها السكنى دون النفقة. نعم. فلا نفقة لها ولا سكنى إن كانت حائلة. نعم. وإن كانت حاملا ففيه روايتان. نعم. إحداهما لها النفقة والسكنى لأنها حامل أشبه المفارقة في الحياة، والثانية لا نفقة لها ولا سكنى، قال القاضي وهي أصح، لأن البال قد صار للورثة، ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله، ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة. وهذا بناء على أن السكنى في البيت إذا سمح الورثة، أما إذا لم يسمحوا وأخرجوها
فإن هذا عذر لها في مغادرة البيت. نعم. باب استبراء الإمام. لما أنهى الكلام على العدة بالنسبة للحرائر وتفاصيل العدة بالنسبة للحرائر انتقل إلى عدة الإماء. والإماء جمع أمة وهي المملوكة. إذا فورقت بطلاق أو غيره فعدة الأمة إن كانت مفارقة في الحياة على النصف من عدة الحرة، وكذلك إن كانت مفارقة بالموت على النصف من عدة الحرة. فإذا كانت تعتد بالحيض فعدتها حيضتان، وإن كانت تعتد بالأشهر فعدتها شهر ونصف، والمفارقة بالموت عدتها شهران وخمسة أيام على النصف. نعم. وواجب في ثلاثة مواضع استبراء الإمام، إلا أن هذا بالنسبة للإمام يسمى استبراء ولا يسمى عدة. والاستبراء معناه طلب براءة الرحم من الحمل، طلب براءة الرحم من الحمل، هذا الاستبراء. نعم. أحدها من مات أمة لم يصبها حتى يستبرئها. إذا دخل في ملكه أمة بسبي أو غيره، أو قسمت له من الغنائم، أو وهبت له، أو اشتراها، دخلت في ملكه بأي نوع من أنواع التملك، فلا يجوز له أن يبادر بتسري بها حتى يستبرئها بمرور حيضة إن كانت من الحائضات، أو مرور شهر ونصف إن كانت من ذوات الأقراء من ذوات الأشهر. نعم. وكذلك لا يحل له الاستمتاع بها بمباشرة وقبلة حتى يستبرئها، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبايا أرقاص أن تلقى حامل حتى ترع، ولا حائض حتى تحيض أيضا، رواه الإمام أحمد في المسند. سبي أوطاس المراد به سبي غزوة حنين. سبي غزوة حنين لما أصابوا المغانم وفيها سبي من النساء مسترقات، لأنه إذا استولي على نساء الكفار فنساؤهم يكون رقيقات للمسلمين يسترقونهن، كذلك أولادهم يكونون رقة للمسلمين ولا يقتلون. فلما وزعت المغانم على الغزو وأصاب بعضهم شيئا من السبايا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن وطئهن حتى تضع الحامل حملها وغير الحامل أن تحيض حيضة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل. نعم. أبو بكر بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. يعني لا يطأ امرأة حاملا، لأنه إذا وطئها فقد سقى ماء زرع غيره، يعني تختلط المياه. نعم. والأنساب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة. نعم. ولأنه إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. نعم. الثاني أم الولد. أم الولد ومعناها المملوكة التي ولدت من سيدها، تسرى بها سيدها فولدت منه، هذه يحرم عليه بيعها لأنها صارت أم ولد له فتبقى عنده في ملكه.
إلى أن يموت، فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت. ويرى بعض العلماء أنه يجوز له بيعها لأنها مملوكة والمملوك يباع، وفيها خلاف قوي، لكن هذا على المذهب أنها لا تباع. نعم. والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، لأن الزوج لا يجوز استبراءها. إذا كان عنده مملوكة أم ولد له أو غير أم ولد وأراد أن يزوجها فإنه لا بد أن يستبرئها قبل أن يزوجها لئلا تكون حاملا منه، فإذا زوجها من غيره ربما يحصل اختلاط أنساب، فإذا أراد تزويجها فإنه يستبرئها قبل. نعم. إن الله من الوسيلة. نعم. يكفي. امرأة مات عنها زوجها ثم تبين أنها حامل، كم عدتها من زوجها المتوفى؟ وضع الحمل، إذا تبين أنها حامل منه فعدتها وضع الحمل. نعم. وكم مدة إحدادها على زوجها المتوفى؟ إحدادها مدتها مدة الحمل، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة وانتهى الإحداد. نعم. فضيلة الشيخ، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، هل هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الحكم الشرعي أن الولد للفراش. إذا كانت المرأة تحت زوج وجاءت بولد فولدها يلحق به، يلحق به لأنه ولد زوجته. نعم. فإن ادعى أنه ليس منه فلا بد من اللعان بينهما، إقامة اللعان بينهما، ولا ينتفي عنه الولد إلا إذا نفاه باللعان. ولا سان كل واحد يزعل على زوجته يقولها هذا ما هو بليها الولد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قضية الشيخ، إذا حدثت المرأة للزوج الأول ثم حدثت الثاني، هل يحل للزوج الأول وهي تحمل عدتها وراجعتها؟ ما هي برجعية هذه، هذه ليست رجعية، لكن له أن إذا لم يكن الطلاق مستوفيا للثلاث له أن يعقد عليه عقدا جديدا، أما إذا كان مستوفيا للثلاث ليس له عليها عقد. نعم. فضيلة الشيخ، لو توفي رجل وكان مؤجرا للدار فهل تعتد؟ أنا مستأجرا للدار. فهل تكمل المرأة العدة في نفس الدار؟ إن كان باق له مدة، كان باق لزوجها المتوفى مدة في الدار تبقى فيها، أما إن كانت المدة منتهية فإنها تخرج منها إذا طلب صاحب الدار الخروج. نعم. وكذلك إذا احتاجت إلى السفر لأهلها لعدم وجود أهلها بجوارها. نعم. إذا احتاجت السفر لأهلها لعدم وجود أهلها بجوارها، إذا كانت تتضرر ببقائها في البيت وبعدها عن أهلها تتضرر عليها مضرة محققة فإنها تذهب إلى أهلها، أما إذا كانت تستطيع البقاء في بيتها فإنها تبقى حتى تنتهي العدة. نعم. فضيلة الشيخ، الحامل لها النفقة من أجل الحمل لكن ما لا أجبنا لها السكنة للحمل، لأن الحمل يحتاج إلى سكنة، لأن الحمل يحتاج إلى سكنة. نعم. فضيلة الشيخ، المطلقة هل يجوز لها أن تتجنب وتتزين وهي في العدة؟ يجوز لها ذلك، لم تمنع من ذلك.
إلا إذا أرادت الإحداد 3 أيام تتجنب فيها الزينة ومن إظهار الحزن على طلاقها فراق زوجها مباح لها ذلك إباحة مباح لها ذلك إباحة. نعم. فضيلة الشيخ ذكر المؤلف رحمه الله أن الولد يرى وعرفاته فيحكمون به لأحد الشخصين، ولكن التقدم الطبي وعلم الوراثة فإن الأطباء يعرفون الوالدة لأي الشخصين عن طريق تحليل الدم، فهل يؤخذ به؟ لا، هذا ما هو منضبط، تحليل الدم ما هو منضبط، لكن الشبه هو الذي منضبط. نعم. وأيضا القافة حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك بها. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا انقضت عدتها من الأول هل يدخل عليها الثاني ثم يراجعها؟ لا، الثاني نكاحه باطل، الثاني نكاحه باطل وليس له عليها رجعة، ولكن تعتد منه من أجل العلم ببراءة الرحم لئلا تكون حاملا منه، وإلا هو ليس له علاقة بها. نعم. إذا ألحقت القافة الولد بأحد الزوجين فهل تنتهي عدتها بالضبط أم ماذا؟ هنا إذا ألحق هو ما تلحقه إلا إذا وضع، شلون القافة ما تنظر فيه إلا بعد ولادته، بعد ولادته تبي القافة تناظره في بطن أمه؟ ما هو ممكن. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب الإحداث على البالغ بهمة الكبرى وكذلك المبتوتة؟ عرفتم هذا، قلنا يباح لها 3 أيام فقط إظهارا للحزن على فراق زوجها وطلاقه لها، فالرسول أعطاها الرخصة 3 أيام فقط. نعم. كيف يكون التعريض المعتدة في النكاح؟ كيف يكون التعريض؟ يعرض له، يجيب كلام محتمل، يجيب كلام محتمل، يقول أنا أرغب فيك، أنا لي إنني في مثلك لراغب، لا تفوتيني نفسك، وما أشبه ذلك، لأن هذا يحتمل، يحتمل أنه يريد خطبتها، ويحتمل أنه يحبها محبها يعني إيمانية أو أخوية، فالكلام المحتمل يباح، أما الكلام الصريح للخطبة هذا محرم. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من مكث الزوجة في بيت زوجها قبل العدة؟ وهل يقدم بار الزوج او الزوجه؟ سمعتم الكلام انه الحكمه والله اعلم الحفاظ على نسب الزوج لئلا تكون حاملا، فمن تمام المحافظه على حملها منه ان تبقى في البيت لئلا تتعرض للفتنه نعم وطمع الرجال فيها حمايه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل استاجر اجير على عمل معين وتم الاتفاق على أجرة العمل، وبعد الفراغ من العمل تبين المؤجر أن مبلغ الأجرة كان كبيرا وفيه عليه غضب، فقال من الأجير تخفيض المبلغ مقابل ما قام به من عمل، فهل المؤجر إثم في تغيير الأجرة المتفق عليها لأن عقد الإجارة عقد لازم؟ الأصل وجوب الوفاء بالعقود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليه الوفاء بالعقد. أما إذا ادعى أن العقد فيه غبن فهذا يحتاج إلى إثبات، يرجع في هذا إلى القاضي إلى المحكمة، إن تصالح فيما بينهما فالصلح جائز بين المسلمين، وإن تنازع فلا بد من الرجوع إلى المحكمة للنظر في هذا الآجار هل هو فيه غبن أو ليس فيه غبن. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.